قراءة القرآن هل تجب كل يوم؟ وما حكم التهاون في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الوجوب لا يجب إلا ما شرع في صلاة الفريضة من قراءة الفاتحة، هذا هو الواجب. ويستحب للإنسان أن يقرأ من القرآن في كل يوم ما تيسر له، ويستحب أن لا يكون أقل، يستحب أن لا ينقص ما يقرأه في كل يوم عن جزء، لأجل أن يختم القرآن في تمام الشهر، وإن ختمه في أقل من ذلك في كل 10 أيام، في كل 7 أيام، في كل 3 أيام فهذا أفضل، وإن كان يقرأه في صلاة الليل فهذا أفضل.